الخارجية العراقية تؤكد أنها بادرت بوقت استباقي ومبكر ومنذ أكثر من 20 يوما من الآن إجراءاتها بشكل عاجل، حيث أوعز معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين بتشكيل خلية أزمة يرأسها معاليه ورفقة السادة الوكلاء المختصون بمركز الوزارة وكذلك السادة السفراء ورؤساء البوائر في مركز الوزارة وأيضا سفارة جمهورية العراق في كييف وروسيا وبولندا ثم هنغاريا ورومانيا. نتابع بشكل عاجل تطورات الأحداث في الساحة في أوكرانيا وبما يتصل بموضوعات الجالية. كنا قد أسلفنا من قبل أن الخارجية أصدرت بيانا لها بتاريخ 12 من الشهر الجاري حثت فيه أبناء الجالية الكريمة على إمكانية المغادرة من الأراضي الأوكرانية توخيا بالسلامة وحصولا لمتطلبات التيسير في عملية الخروج من أوكرانيا. ثم بتاريخ 14 من الشهر الجاري السفارة العراقية في كييف خاطبت الجامعات الأوكرانية هناك لإمكانية منح الطلبة إجازات دراسية بهدف الخروج من أوكرانيا لمن يرغب منهم. الجالية العراقية تبلغ هناك 5537 فرد من بينهم 450 من الطلبة العراقيين. سفارة جمهورية العراق هناك تتابع بشكل بالغ الأهمية ونتواصل مع عميد الجالية العراقية هناك الدكتور عدنان الكاظمي فيما ننسق أيضا لبعض الأمور ذات الطابع اللوجستي، منها أن نجحت الخارجية العراقية وبالتنسيق مع سفارة العراق في كييف بالإفراج عن 4 من العراقيين الذين اعتقلتهم السلطات البولندية إذ كانوا يحاولون الدخول إلى أراضيها نتيجة التصعيد الجاري. أيضا نتابع بشكل دقيق ما يتناهى في السوشيال ميديا من قضايا ونتفحص دقتها. كان آخرها ما أشيع يوم أمس وأول أمس من أن مواطنا عراقيا قتل وأشيع أيضا أن مواطنا عراقية لقت حتفها، بالتأكيد منفي قطعا لا صحة لكل ذلك. فيما أيضا نسقت الخارجية العراقية مع وزارة الداخلية ومن خلال معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي وبمتابعة السيد الوكيل لوزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي والفني الدكتور صالح التميمي في أن قامت وزارة الداخلية من خلال معالي الوزير وبالتنسيق مع الخارجية بإعطاء الصلاحية للسيد القائم بالأعمال في كييف بمنح سمات السفر إلى العراق للنساء الأوكرانيات مع أبنائهم لآباء عراقيين، وأيضا تخويل المنافذ الحدودية والمطارات العراقية بمنح السمات العاجلة حالة توافد العائلات هناك ممن ينتمون لآباء عراقيين إذا تمكنوا من المغادرة. إذا إجراءاتنا مبكرة، نتابع إعلانيا بشكل دقيق. عميد الجالية العراقية هناك العالم العراقي الدكتور عدنان الكاظمي ينسق مع السفارة ومع مركز الوزارة ومكتبها الإعلامي بشكل متواصل. معالي وزير الخارجية يرأس غرفة خلية الأزمة العليا في الوزارة التي تدير كافة فعاليات الاستجابة لهذا المشهد. نسقنا مع السلطات أيضا الرسمية في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا لإمكانية تيسير إدخال العراقيين الذين قد يتمكنون من الانسحاب إلى المنافذ الحدودية.